مشاريع ومحطات بأحجام مدن وأموال بميزانيات دول من مصر إلى آسيا وأوروبا وإفريقيا، شبكة عنكبوتية من الطاقة لربط مصر بالعالم، أراض وفيرة وشمس حارقة ورياح عالية السرعة. لم تحتج مصر أكثر من هذه الأمور الثلاثة لتصبح واحدة من أكثر دول العالم تميزاً في مشاريع الطاقة المتجددة. فما هي خطط القاهرة لتكون مركزاً عالمياً لإنتاج الطاقة الشمسية؟ وما قصة السد العالي الذي تبنيه في الصحراء؟ قبل أن نخبركم بقصته، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. آخر أخبار محطات الطاقة المصرية تأتيكم من السعودية، محطة كوم أمبو، مشروع سعودي ضخم على أرض مصرية بتمويل عربي ودولي. حصل قبل أسابيع على تمويل دولي ضخم لتطويره بقيمة وصلت إلى 460 مليون ريال. سيتم تشغيل المحطة في عام 2024. سيلبي المشروع احتياجات نحو 130 ألف وحدة سكنية، ويقع على مسافة 20 كيلومتراً من مجمع بنبان الضخم، والذي يعتبر بوابة مصر إلى العالم. إليكم قصته. تقع مصر ضمن الحزام الشمسي، لذلك فإن متوسط الإشعاع لديها مرتفع جداً، حيث تصل كمية الإشعاع الساقط إلى 6 تريليونات كيلووات ساعي يومياً. وتلبية للطلب المتزايد على الكهرباء والانتقال إلى قطاع كهرباء أكثر استدامة بيئياً وتنوعاً، تدرك الحكومة المصرية حاجتها إلى المزيد من المشاريع الكهربائية، لذلك خصصت 6600 ألف كيلومتر مربع فقط لمشروعات الطاقة المتجددة، وذلك من أجل زيادة إمداد الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة إلى 20% بحلول عام 2022 و42% بحلول عام 2035. ستقوم الرياح بتوفير 14% والطاقة الكهرومائية 1.98% والطاقة الكهروضوئية 21.3%. عاصمة العالم للطاقة الشمسية. تحتل مصر المركز الرابع عالمياً بعد الهند والصين لإنشائها أكبر محطات الطاقة الشمسية، وحصلت على هذه المرتبة المتقدمة بعد بنائها لمشروع بنبان، والذي تم تشبيهه بالسد العالي نظراً لضخامته وقدرته العالية على توليد الكهرباء والقريبة من قدرة السد. يعتبر المشروع واحداً من أكبر محطات الطاقة النظيفة والمتجددة في الشرق الأوسط، يقع على بعد حوالي 35 كيلومتراً شمال غرب أسوان في قرية بنبان. تم اختيار الموقع استناداً على تقارير ناسا التي تفيد بأن المكان من أكثر المواقع إشراقاً في العالم. بدأ العمل في المشروع في عام 2015 على مساحة 9000 فدان باستثمارات تجاوزت الملياري دولار، وتم تنفيذه من قبل حوالي 40 شركة متخصصة في الطاقة الشمسية. خلال فترة البناء والتي استمرت 4 سنوات حتى موعد الافتتاح في عام 2019، وفر المشروع أكثر من 20,000 فرصة عمل، وبعد افتتاحه وفر 6,000 وظيفة ثابتة في الشركات بشكل دائم. يضم مجمع بنبان 32 محطة شمسية لتوليد الكهرباء، ويصل عدد الألواح فيه إلى 200,000 لوح مصممة لإنتاج 2000 ميجاوات إضافية من الكهرباء، ويساهم بذلك في تجنب 2 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. يعتبر المشروع الخطوة الأولى لاستغلال الشمس على الأراضي المصرية لتوليد الكهرباء ثم نقلها إلى أوروبا من خلال الربط المستمر بين مصر وقبرص، كما سيسمح لمصر بتصدير الطاقة إلى كل من القارة الإفريقية ولعدد من الدول العربية. الربط الكهربائي العالمي. نجحت مصر في مضاعفة حصتها 7 مرات من الطاقة النظيفة، وذلك من خلال مشاريع قامت بتنفيذها ومشاريع أخرى تخطط لها، خاصة بعد قمة المناخ كوب 27 التي عقدت العام الماضي في شرم الشيخ،
والذي حصلت من خلاله مصر على استثمارات أجنبية بقيمة 85 مليار دولار من الطاقة المتجددة. ولاستيعاب كميات الطاقة النظيفة المنتجة، قامت مصر كخطوة أولى بتحديث وتطوير شبكات الكهرباء. قدرت تكلفة تطوير الشبكات بنحو 3 مليارات دولار. وكجزء من خطة مصر لتصبح مركزاً عالمياً للطاقة مع الدول الأوروبية والإفريقية، قامت الحكومة بإنشاء العديد من موصلات الطاقة مع دول العالم. وفي عام 2019 تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء خط ربط مع قبرص واليونان ومنها إلى أوروبا، وسيتم تقسيمه إلى مرحلتين بطاقة 1000 ميجاوات. وفي عام 2020 أيضاً بدأت بتغذية شبكة الكهرباء السودانية بطاقة 80 ميجاوات، كما وقعت اتفاقيات لتبادل الكهرباء مع المملكة العربية السعودية بقدرة تصل إلى 3000 ميجاوات. وتقوم مصر أيضاً بتصدير 450 ميجاوات مع الأردن و200 ميجاوات مع ليبيا، وتسعى مستقبلاً لتبادل الطاقة مع العراق وسوريا ولبنان. فهل تنجح مصر بخططها وتصبح مركزاً عالمياً لإنتاج الطاقة المتجددة؟ شاركنا رأيك في التعليقات.